حصان الغابة السوداء. يمتلك حصان الغابة السوداء ذيل سميك ورائع يتناسق مع جسمه الضخم ويعطيه شكلا مثاليا. ومن المعروف أن سلالة هذا الحصان لونها كستنائي عميق يعود تاريخها إلى حوالي 600 عام تقريبا في منطقة الغابة السوداء في جنوب ألمانيا. ولكن مع الوقت انخفضت الحاجة إلى الخيول واختفت هذه السلالة ولم يبقى سوى حوالي 160 في أوائل الثمانينات. عندما اتخذت الحكومة خطوات للمساعدة في حمايتها من الانقراض ولا تزال تعتبر معرضة للخطر، فهناك حوالي 750 حصانا فقط. حصان الكامار تعتبر أحصنة الكامار واحدة من أقدم السلالات في العالم. وخيول الكامارغ البرية يعيشون شبه همجيين على الأرض الرطبة في منطقة كامارغ في جنوب فرنسا، وتشتهر هذه المنطقة بصورة الخيول الرمادية البيضاء التي تتدفق عبر المياه، وتعرف هذه الأحصنة بقدرتها على التحمل والصلابة. وأصول هذه السلالة تحل شيئا من الغموض إذا كان الخيول موجودة منذ ما قبل وصول الغزاة السلتيين والرومانيين إلى شبه الجزيرة الأيبيرية، وقد تكون مرتبطة بسلالة سوتيري القديمة التي يعود تاريخها إلى 17 ألف عام مضت واليوم يتم تربيتها في ظروف شبه برية. مهر الإكسمور تعتبر آخر سلالة نادرة تعيش في ظروف شبه برية هي مهر الإكسمور، وهذه الخيول الصغيرة هي من الخيول الأصلية التي تعيش في الجزر البريطانية، وتم العثور عليها في مستنقعات إكسمور في جنوب غرب إنجلترا، لذا سميت بهذا الاسم. وخيول الإكسمور عبارة عن خيول مليئة بمميزات فريدة تساعدها على تطويع الماء والثلوج من بيئتها الرطبة. فلديها ما يسمى بعين الضفدع، وهي عبارة عن أكفان غير سميكة تساعد في إبعاد الماء عنها. كما يوجد لديها أيضا معطف سميك بشعر زيتي يساعد على منع الماء من الوصول إلى الطبقة الداخلية العازلة. ويمتلك حصان الإكسمور تاريخا مدهشا في الجزر البريطانية، وقد عانت هذه السلالة على مدى قرون، فقد شهدت مهور الإكسمور انخفاضا خطيرا في أعدادها خلال الحرب العالمية الثانية، حيث تم استخدامها للحصول على اللحوم، ولا يوجد سوى حوالي 800 حصان إكسمور حول العالم. تعد الخيول الصغيرة غريبة وفريدة من نوعها، ولكن ربما الأكثر غرابة من بينها هي خيول الفالابيلا، والتي تعتبر واحدة من أصغر الخيول، ونادرا ما تقيس هذه الخيول الصغيرة أطول من 32 بوصة. وقد نشأت هذه السلالة في الأرجنتين في منتصف القرن التاسع عشر مع الباترياك نيوتال، ويتم استيرادها لأول مرة إلى الولايات المتحدة في عام 1962، وهي خيول قوية، وذلك بفضل مزج سلالات أخرى من الكريلو ومهر الويلزي ومهر شتلاند. في الواقع فإن هذه السلالات الأصلية الصغيرة أضيفت إلى مزيج جيد عندما تم تطوير سلالة الفالابيلا، ويتم استخدام مهور الفالابيلا في أغراض يمكن تدريبها لسحب العربات مع الأطفال، وذلك بسبب صغر حجمها وقابلية تدريبها، كما يمكن تصبح أيضا حيوانات مرشدة للأشخاص المعاقين جسديا. وجدير بالذكر أن هذه الخيول تعيش لفترة طويلة قد تصل إلى 40 إلى 45 عام.